في المهنيه في مجموعه من المناطق على مستوى الوطني، حيث لاحظ مجموعه من اعضاء الفيدراليه في مجموعه من المواقع على اساس هناك اختلاف ما بين مقاطعه ومقاطعه، وما بين سواء القياده وقياده اخرى هناك اختلافات واختلالات معينه فيما يخص الوثائق المطلوبه لهذه العمليه. اغلب رجال السلطه هم منضبطين وملتزمين بالقواعد القانونيه، والباقيه الاخرى كيطالب بشروط اللي هي تعجيزيه ومطالب اللي هي الاغلبيه غير قانونيه من قبل الضمان الاجتماعي، عقده ديال الكراء، ومجموعه من الوثائق الاخرى اللي غير مفيده في الملف وغير مطلوبه بالاساس. اللي في هذا الاطار كنطالبوا من وزاره الداخليه تفتح تحقيق ويكون بطبيعه الحال عميق على اساس نحاولوا نتجاوزوا لهذ الاشكاليات والاختلالات، لان سعينا بطبيعة الحال في الإطار ودعوة صاحب الجلالة على أساس تثمين المبادرات ودعوة الشباب لتأسيس الشركات وانخراطهم في سوق الشغل على أساس، وخاصة في مساهمتهم في الرفع من المشاركة والمساهمة في العملية الانتخابية برمتها، خاصة الفئة ديال الشباب. هذه الممارسات مما لا شك فيه كتساهم في عزوف المجموعة من الطاقات ومجموعة من الشباب للانخراط في العملية.